اليوم احنا في المحطه ديال المعالجه ديال المديونه اللي تنشات في 2013 لمعالجه المياه العادمه ديال المديونه. هاد المحطه هذه كتنقسم لثلاثه المراحل الاساسيه في التصفيه ولا في المعالجه. المعالجه القبليه اللي كنعالجوا فيها ولا كنزولوا فيها النفايات الكبيره الحجم، ثم المعالجه البيولوجيه بواسطة البكتيريا اللي كنعالجوا فيها ولا اللي كنزولوا فيها التلوث اللي هو لا ميكرو بوليسيون، يعني التلوث صغير الحجم. ومن بعد كندوزوا للمرحله ديال التصفيه عبر الاغشيه الدقيقه، سيتادير لوترا فيلتراسيون، اللي كنزولوا فيها لابو من المياه المعالجه. وهذه المياه المعالجه من طبيعه الحال هي ذات جوده عاليه اللي كتستافدوا منها الفلاحه ملي كنلوحوها في المجال الطبيعي، كيستافدوا منها الفلاحه في السقي الزراعي. المساحه الاجماليه ديال هذه المحطه هي 3.5 هكتار، وكتمكننا باش نعالجوا 3800 متر مكعب في اليوم. وتجر الاشاره الى ان هذه المحطه هذه فيها واحد الفضاء ديال الزراعه الحضريه التجريبيه اللي تمكننا باش كنجربوا فيها هذه المياه العادمه المعالجه وهذه الاوحال اللي كان تجو في هذه المحطه هذه، باش كنعطيو واحد المثال للفلاحه وكنشجعوهم باش يعاودوا استعمال هذه المواد هذه اللي كنتجو. بعد مرحله المعالجه القبليه كنتواجدوا دابا في الحوض البيولوجي اللي كنستعملوا فيه البكتيريا والاوحال المنشطه، وكننزلوا فيه التلوث صغير الحجم في هذه المرحله هذه. دونك هنا كاينه اوحال منشطه، كاين بكتيريا، وكنديروا لها الحقن ديال الهواء ديال الاكسجين باش يعني تستمر في يعني في التكاثر وفي يعني في لاباتمون ديال لا بوليسيون، وكتزولنا هذاك التلوث وكتكون عندنا اوحال اللي من بعد كندوزوا لمرحله اخرى اللي هي ازاله الاوحال من المياه المعالجه. في المدخل ديال المحطه والمياه المعالجه شوف الفرق ديالها، هنا واحد الجمله اللي هي إذن آخر مرحلة هي المعالجة عبر الأغشية الدقيقة، وكنحصلوا على مياه عادمة معالجة ذات جودة عالية اللي كتمكننا في إعادة اللي كتمكن الفلاحة في إعادة استعمالها في السقي الزراعي. ومن طبيعة الحال تجدر الإشارة إلى أن هذه المحطة هذه تحتوي على واحد الفضاء ديال التجارب ديال الزراعة الحضرية اللي كنجربوا فيها هذه المياه العادمة المعالجة، وكتعطينا نتائج جد مرضية. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تيفي.